بسم الله الرحمن الرحيم. إن سئلت عن المشاريع قلت هي كالشمس يتجدد عطاؤها ولا يخفى نورها، بل هي نافعة لألاءة وضاءة. فالمشاريع نور في زمن خيمت فيه الظلمات. فمنذ وطئت قدما مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه أرض بيروت عم النور وانتشر من جديد. بيروت مدينة العلم والعلماء، مدينة الخير والصلحاء. بيروت مدينة الإمام الأوزاعي رضي الله عنه وأرضاه. ولم ينطفئ هذا النور رغم رحيل الإمام العبدري رحمات الله عليه عن هذه الدنيا، لأنه ربى رجالا جبالا أبطالا كانوا دعاة صادقين إلى دين الإسلام، دين الأنبياء جميعا، وشموسا وأقمارا أزالوا ظلام ليل التيه والتطرف والفساد. كلمة كبرتي جوهرتي، مشاريع نورتي. كلمة كبرتي جوهرتي، مشاريع نورتي. خرجتي أجيال كتير وبالدنيا الخير انشرتي. خرجتي أجيال كتير وبالدنيا الخير انشرتي. بالدنيا الخير انشرتي، بالدنيا الخير انشرتي، بالدنيا الخير انشرتي. المجتمع اللبناني جمعي شعشع نورا، تبقى هي الضماني نهج الوسط مشهورة. بالمجتمع اللبناني جمعي شعشع نورا، تبقى هي الضماني نهج الوسط مشهورة. نهج الوسط مشهورة، تحت جناحه للسلطان وبأنظاره للحلبي. تحت جناحه للسلطان وبأنظاره للحلبي، مكتوب بعون الرحمن اسمه بالحرف الذهبي. مكتوب بعون أن يتحول المسلمون إلى وثنيين لن نسكت لهم. من يريد للمسلمين أن يتحولوا إلى عقيدة ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز، عقيدة اليهود أحبابهم الذين يطالبون بالصلح معهم ومع الانبطاع، لن نسكت لهم ولو على جثثنا والله العظيم، لن نسكت لهم. فإن السلف الصالح ومنهم مصباح التوحيد الإمام علي رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. إلى كل مسؤول عن طفل وطفلة، وإلى كل مسؤول عن مدرسة وثانوية،
وإلى كل مسؤول عن مسجد أو ما يسمى تكية، وإلى كل مسؤول عن مؤسسة أو وزارة رسمية، إن لم تضعوا حدا للتطرف فلقد قيل لا يحارب التطرف في لبنان إلا جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، أما الباقون ساكتون. سيدنا الشيخ الحسام تحت جناحه متحدين، خلفه مشينا للأمام نخدم موطننا والدين. سيدنا الشيخ الحسام تحت جناحه متحدين، خلفه مشينا للأمام نخدم موطننا والدين، نخدم موطننا. وكانت جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الحصن الذي لجأ إليه الناس لحماية دينهم من فساد الاعتقاد، والشمس الشارقة وسفينة النجاة حيث انضوى تحت رايتها طلاب وتلامذة ومحبو العلامة الهرري رحمات الله عليه. مساجدنا الشوامخ والمصليات الرواسخ، عليت مساجدنا الشوامخ والمصليات الرواسخ، وخرجنا الدعاة والمشايخ تيكونوا للناس المشايخ، خرجنا الدعاة والمشايخ تيكونوا للناس المشايخ، تيكونوا للناس المشايخ، تيكونوا للناس المشايخ. أجيال من دسائس جامع عمرنا ومدارس، فنحن الأجيال من دسائس جامع عمرنا ومدارس، مع مستوصفات حتى نآنس صاحب الآلام والنوازل، صاحب الآلام والنوازل، ديوان اللي ماشي مثل الساعة من أجود ما يكون عم بطبع، الديوان اللي ماشي مثل الساعة من أجود ما يكون عنده بضاعة، والحمل بخبرة وببراعة تخدم الحجاج الأفاضل، والحمل بخبرة وببراعة تخدم الحجاج الأفاضل، بتخدم الحجاج الأفاضل، تخدم الحجاج الأفاضل، دار المشاريع حلو السمع منار الهدى وفرح روعة، دار المشاريع حلو السمع منار الهدى وفرح روعة، نداء المعرفة زايد نفع بنشر الحقيقة ورد الباطل، بنشر الحقيقة ورد الباطل، بشباب المشاريع نجحنا همة الطلاب شربحنا، بشباب المشاريع نجحنا همة الطلاب شربحنا، مع المرشدة العامة مهمة نتواصل تنزيد خير الأمة، والهندسة فيه عنده همة يبني المجتمعنا ويواصل، يبني المجتمعنا ويواصل، يبني المجتمعنا ويواصل، يبني المجتمعنا ويواصل.
وكانت الأنشطة المتنوعة الدينية والوطنية والاجتماعية والثقافية التي قامت بها المشاريع نتاج خير عم الكثيرين الكثيرين نفعه وفضله. وهكذا نمضي في مسيرة المشاريع الخيرة المنورة إلى الأمام خلف الحسام، مستضيئين بهدي النبي المصطفى الإمام وبآي القرآن الكريم ذي البركات الفخام، ومقتبسين من أنوار العلامة الهرري الغالي الهمام، لنصل بإذن الله تعالى بسلام إلى دار السلام.